السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الأخوات، كديرين؟ لاباس؟ جيتكم فيديو آخر بعد ما كان فيديو ديال التخفيضات. كاين الجديد وكاينين لي زارتيكل اللي ما كانوش ووجدوا دابا وحضروا، زائد الجديد دائما. كاينين لي زارتيكل اللي كانوا في ثمن، حطيتهم في لا بروموسيون بواحد الثمن، وغنحافظوا على داك الثمن وغادي نخليوه نفس الثمن. والجديد غادي نطرقوا ليه حتى هويا، وحنا كندوزوا في لي زارتيكل كاملين مع الاثمنه. بالنسبه لينا حنا في كنتواجدوا في حي السلام الولفه الدار البيضاء. جينا بين الشيخ زيد، حدا الشيخ زيد، الرون بوان ديال حي السلام، نيت في المارشي ديال حي السلام او لا قصريه حي السلام، ديكولازير حسنة او لا ام ادانوس، قرابين حتى الحاج فاتح. وبالنسبه للناس اللي كتجي حتى في الترام، راه قرابين حتى المحطه ديال الترام ديال حي الليمون. والناس اللي كتجي في ترانسبور، راه في الرون بوانيت ديال حي السلام كتنزلوا تما. التليفون ديالنا 06 13 29 15 67. بالنسبه للناس اللي بغاو لوكاليزاسيون، كديري في جوجل مابس ديكو لازير كتطلع لك لوكاليزاسيون ديالنا. هذا الشيء اللي كاين. نبداو على بركه الله. بالنسبه لي زارتيك اللي ما كانوش حضروا ولا اللي جا ولا اللي كاينين في ستوك حاليا، هذا راهم كاينين دابا. كنا ودوزناهم في لا برومو ب 600 وفي بلاصه 650، هادو غيبقاو ب 600 دائما، هما في هذا الباك ب 600 كذلك في بلاصه 650. وهادو هذا الباك اللي حتى هو ب 480 480. ولا كانوا لي بونبونيير اللي صغارين، هادو 480، جوج بونبونيير كبار و مباخرة. بالنسبة لهادو جوج من هاد لي بونبونيير و مباخرة كيبقى ب 400 درهم. بالنسبة للعلو ديال المباخرة، مع كيسولوني الناس، راه العلو عالية، 36 كلفة، 36 كلفة 38 ماشي 30. هذه راه الكبيرة، راه الثمن ديالها جد مناسب عندنا، 200 درهم بوحدها. راه 36 فيها في العلو حتى 38. وهادو لي بونبونيير كبارين، ها هما معها كيمشيو ب 480. بغيتي لي بونبونيير بوحدهم، هادو 140، هادي 200، 140. هادو لي صغار منهم 100 درهم دائما، مع المباخرة كيمشيو ب 400 درهم. نمشيو دابا ندوزو حاجة بحاجة، غندوزو تاني من بعد المباخرة الكبيرة. هاد البواطة هاي جبناها واحد آخر في البريك، والدوغي، تا هي خليتها لكم دائما ب 180. هادو تا هما راه زوينين، خداوهم الناس. بالنسبه للمباخره كاينه هذه هي اللي كنبيع 110، وديال الفضه 120. كيف قلت لكم، ديال الفضه 120 وديال النحاس 110. وجبت ما كبر منها كبيره، وهذا ديالها كبير، درنا ليها 140. الله اكبر، حمصي حتى سالي. بالنسبه للمباخره كي قلت لكم، جبت هذه اللي كبيره، كيجي هذا الطبسيل كبر منها وهي كبيره على الاخرى. ها هي درت ليها 140 في بلاصه 150. هادو 25، هاد المريشه 25، وهاد المباخره حتى هي صغيره 25. راه ما تحقروهاش، هادي راه كتبخر والله الا هي اللي كنخدم اغلبيه الوقت مع خفيفه. دابا بغيتي تبخري بهادي وتخلي هادي ديكور ولا، المهم هادي خفيفه كتجيك ساهله، في ساعه كتستعمليها. بالنسبه لهادو كاين هذا وهذا، 75 و80. ملي كتاخديهم بجوج، مثلا كتحطي واحد حدا واحد كتستعمليهم، كيجيو 150 بجوجهم، 150 بجوجهم. بالنسبه لهادي ديال الكريستال، ها هي كتجي مباخره وكتجي بورت بوجي 70 درهم. ها هي شي حاجه زوينه، 70 درهم. بالنسبه للاثمنه راه غتلقاوها مقارنه مع ناس اخرين، الاثمنه مناسبه. ومهم راها نفس لي زارتيكل. كاين هذا
كاين هذا مع هذا ديالو حتى هو كيمشيو بجوجهم في نفس الرشمه ها هما مع بعضياتهم. مازال الكليراج ما عطيش، راه كيمشيو حتى هما 150، هذا 80 هذاك 80 وهذه 75، بجوج كيبقاو 150 درهم. هذا داير 140 درهم. حاولت ندير لكم خلط باش نبقاو في نفس الوقت كندوزو هكا وهكا، واللي جا كتشوف العين كتبقى تحير، كل واحد يشوف حاجه كتعجبو باش ما بقاوش غير في كل بلاصه فيها حاجه، فيها مثلا لازر بوحدو ولا نحس بوحدو حمار. خلطت كل شيء كندوزو كل شيء في خطره. بالنسبه للنحاس الاحمر، بغيت نهضر في هذا الموضوع. النحاس الاحمر، النحاس الاحمر الا كان فري راه كيف كتخدميه كيتبدل لونه، باش كيتبدل لونه راه كيبقى يتبدل بشويه 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 حتى كيغمق. راه السيده الا دات الطاجين ولا الطنجره وتبدل لونها راه طبيعي طبيعي جدا. بغيتي تبقي دائما تبعهم وكتحكي كتحكيهم وديري البخدوي على برا، انا كنصحك نصيحه لوجه الله، وداخل ديري غير الحامض والملحه ولا مطيشه والملحه، وتحكي بجيكس رقيق كيتحيد كل شيء، هو ما تخافيش منه. واخا يكون في الماكله واخا يطلق، هو النحاس عنده فوائد كثيره كثيره كثيره. النحاس الاحمر هذا راه ما مخلطش، وهذه الماده ماده سبيكه، راها ماده طبيعيه وصحيه، ما تخافوش منها. رانا عندي في الدار خدامه بهم، وكنهز لارتيك بحالي بحالكم، يعني ما كنصوبش شي حاجه ديالتي سبيسيال، راه ربي اللي عالم. كنبغي طاجين كنجي نهز طاجين، كنبغي كسرونه نقدر تبقى الكسرونه نهار بغي نهزها، نهار تبغيني مثلا نهار نبغي كل حاجه كل مره كناخذ حاجه نقالي كذلك. هذيك راه والله الا صوبتها لكم راه ليا ديال الطاوره باقي كاع ما هزيتها، ديالتي هذيك وني غير باش يشوفوا من الناس، ونهار تجي لقيتها رمضان ولا شي حاجه راه تجي لقيتها راه غادي نجبدها ناخذها. هذا ما كاين طاجين، كاين هاد السامبل وكاين هاد المارطولي 520 550 400. طنجرة هادي 500. بالنسبة للمقيلات كاين هاد المقيلة والمقيلة الأخرى. راه كنهضرو دائما على نحاس ثقيل، كتهز لي المقلة كتلقايها ثقيلة ثقيلة. أنا درت دويرة في ضرب عمر جايبين نحاس ماشي ديالنا، وحنا المعدن ديالنا تنحاس مزيان، راه مقيلات غير صغيورين بواحد الأثمنة خيالية، وماشي هاد الثقل. معرفتش كيفاش كيديرو لتحت هكا أحمر وكيغلفوهم بإينوكس ولا ما نعرف، وماشي هذا راها الطولة الغليظة وطولة وحدة وثقيلة. هادي 200 درهم، وهادي دابا عاود زاد النحاس هادي 250. هذا كاين فيه السامبل وكاين فيه العادي. هذا نبقى نخلي لكم بثمن اللوفر ب 700 درهم. هذا ما خطو لي السامبل راه ناقص عليه شي شويه. بالنسبه للنحاس، النحاس الثاني في البرارد النحاس الاحمر راه صحي كي قلنا. انا مني نيت انا وجبد راه دايره في اليومي نحاس الاحمر اللي كنعمر فيه يوميا. بالنسبه للبرارد الحمرين كي قلت لكم، ها هما النحاس الاحمر معروف صحي، ما استعمال يومي. انا مثلا في الدار عندي دايره هذا، هانتوما شي حاجه خدمه زوينه، هضره ثقيل على هذا 280 وهذا 250. كيهزو 9 الكيسان 8 9 الكيسان على حساب واش كاين النعناع ولا ما كاينش النعناع. هذا فيت على نفسه نحاس احمر نفس هذا فيتو بثقل، هادشي اللي باش فيتو. هادو كويسات حتى هما كاينين في الدوغي في لارجونتي 75 جوج ب 150. هاد الصوينية تا هي هاهي راه المهم جوج تهز 8 الكيسان بليديتها صفرين نحاس الاحمر. نحاس الاحمر دايره 250 وهادي تقل منها، وهازا نحاس عليها 280. هاهي نحاس الاحمر، نحاس الاحمر راه كيتحك بلي برودوي ولا بالسقلة ولا اللي كنهزو برا وعندكم لي برودوي راه كيرجع كيف ما هو. النحاس اللي هما كيقولوا نحاس وكيبري بحال هكا وكتخدميه وما كيتبدلش لونه ما كيتغمقش لونه، راه ماشي نحاس، راه كيكون مصبوغ. ها
ومني تعرفي كاع مني تدي عندي شي وحده وكتلقات مثلا شي خبيشه كنقولها هزي جيكس جيكس رقيق وحكيها راه غتولي تشعل. الا كانت كتقول لك كتقشر، الا كانت تقشرات راه ماشي نحاس، الا كانت انت كتحكي فيها وهي كتبري راه نحاس، يعني راه ما مصبوغاش. كاينه هذه شكل طنجره، طنجره والبيله وكل شيء وشكل طويجين ولاصوص وكل شيء. هذه غنخليوها دائما وكنغيطيح الكاس، كانت ب 600 ودرناها في الاوفر 550، خليوها حتى هي بثمن الاوفر. انا قلت لكم دي زارتيكل اللي كاينين غادي نقدر نخليهم بثمن الاوفر. هادو بريردات، هادو نحاس حتى هما، ها هما راه كاينين اللي نحاس صفر وكاين اللي مذهبين، مش اللي بالذهب مذهبين، هادو نحاس صفر. ها هما هذا 250 شي حاجه زوينه كيهز حتى هو 8 الكيسان زوين. كاين هذا الكبير، ها هو راه دوزناه في فيديوهات اخرين، فيه هذا السوكل شي حاجه راقيه حتى هو نحاس. كاين هذه الصينيه، اخ ظهري ظهري بالتكيه. كاين هذه الصينيه اللي هي نحاس وبرجيلات وشي حاجه زوينه حتى هي نحاس الصفر، تمشي مع هذا اللون تاع البرارد 280. هي راه بحال هذيك، غير هذيك صغيره وهذيك كبيره، هذاك النحاس الاحمر وهذا النحاس الصفر. النحاس الاحمر اغلى من النحاس الصفر. انا كنعطيكم الديتاي وكنشرح لكم، ربي لي عالم بحال لا كناخذ لداري. وشحال الناس كيتصلوا بيا كيقول لي شوفي بحال كتاخذي لدارك، راه كندير لهم داكشي اللي هذا. هادو كاينين، ها هما كي قلنا كاينين في هادو وفي الدوغي، كيجيو جوج ب150. هادو راه قلنا نحاس مغلفين بالإينوكس، ثقيل شي حاجه، وبرجيلات راه دوزناه في فيديوهات رجيلات راقيين وخدمه راقيه حتى هو ب 1000 درهم، راه كبير راه يهز 18 كاس. كيمشي معاه هاد البراد هذا اللي كبير، ها هو راه ثقيل وخدمه ولا فينيسيون شي حاجه راقيه. هذا شحال قلنا غنديروا ليهم صحاب الفيديو؟ انا جبت 430، هذا نديروا ليه 430. هو شي حاجه زوينه الكبير. من الجديد هادو كيمشيو مثلا هادو في اللازر كيمشيو بديك الخدمه المتقونه الزوينه مصبوغه 60 درهم. كاينين هادو، هاد البواطات هما 160، درنا ليهم 130. كاين هادو دخلتهم من الجديد اللي كيمشيو مع هاد الصينيه، ها هي حتى هي بالسوكل ونحاس مذهبه. هادو الكبار اللي دوز في الانستغرام راه صغار، هادو اللي دوز في فيديو الكبارين. الكبارين هادو وجي وتقالين كيخدموا فنايا، كيخدموا لي بونبوني، غيخدموا في الديكور، راه ماشي ضروري نديروهم حنايا فنايق، وكيخدموا كلشي. كاين اللي كيحطهم هكا غير في الصينيه وتحطيهم تشوفها فيهم روعه. تقالين خاصهم ثقيل، رجيلاتهم هكا كتجي معاهم واحد الشويشيه الا بغيتي كتجيهم بالشوشات، كيجيو زوينين. هما هال الكبيره، هالوسطانيه، هالصغيره، خدمه متقونه. ملي نقول لكم متقونه زعما شي حاجه متقونه، مع هاد الكويس ديالهم ها هما كيمشي ب 850 في بلاصه 900. وهاد الصينيه 58، وهذه الكبيره كبيره راه اكبر من هاد كاع اللي دوز في الفيديو السابق، هادي فيها شي 53 ولا 55. ها هي كتهز 18 كاس الكياخة حتى هيايا 1100. والبلاطو الأوفال، البلاطو الأوفال هانا نجيبو البلاطو الأوفال، تا هو كبير الكياخة شي حاجة متقونة، رجيلات كي دايرين القطة اليد شي حاجة متقونة بنفس الرشمة ديال هادو. هذا 1200 درهم. هذا تقدر تمشي مع هاد الصوينيه هكا، كتمشي لاباتيسري وتمشي تمشي معاها اي حاجه تحطيها فيها، او الصينيه مع هاد الصغير، او الفنيق مع هاد، كل واحد والذوق ديالو. بالنسبه للبلاطو انا راه غادي ندوز لكم الرشمه الاخرى اللي فيه. هادو كتمشي الصينيه الكبيره والصغيره، وهادو ولا اللي عجبك. دابا كاينه اللي متوفره الصينيه الكبيره والفنيق، الفنيق كيديروا 650.
كاينين هادو، كاين هاد الفنايق والصينيه المتوسطه والصينيه الكبيره، ها هما كتبغيهم انصابل يمشيو انصابل، بغيتيهم مفرقين كيمشيو مفرقين. دابا علاش ما عطيتكمش الاثمنه؟ حيت الا خديتي انصابل كيبقى كيطيح لك الثمن رخيص، الا خديتيه مفرق كيطيح لك زايد، حيت حنا كيتقام عندنا غير الا خديناه مفرق زايد. هذا من البرارد جدادين اللي دخلنا حتى همايا، شي حاجه زوينه، مذهبين كبير، ها هو باقي كاع في هذا، ما حيتشوش كاع في السلوف السلوفان. بالطابع البرارد عندنا كلهم بالطابع، ها انت مذهب. هذا شحال قلنا غنديروا فيه؟ واحد الثمن رائع، 400، نديروا ليه 420، نديروا ليه 400 كاع 400. شحال مره انت كنمشي حتى نعطي الثمن وكنعاود نعرف شنو نخلي لكم باش تشوفوا باش بان لي داك هذا ما واضحش مع السلوفان الغطا ديالو باش تحل تشوفوا الديتاي. انا هادشي كنديرو بالنسبه للناس اللي كاين اللي بعادي كيبغيو كيتصل حتى هاد الفيديو تشوف انت كينفعوني ملي كيتواصلوا معايا الناس في الفيسبوك ولا كيتواصلوا معايا في الانستغرام، كنحط لهم فيديو شامل في كل شيء كتفرج فيه وكتولي حتى داكشي اللي شافت كتغير رايها وتاخذ حاجه اخرى. هانتوما زوين هذا، حيت عجبني داكشي عجبتكم نتوما تشوفوه. ها شفتي فيها الطليعه وفيها رشمه بلديه ورجيلات. هذا درت ليه ثمن 420. الاختيلاء هذا مذهب، ولكن الاختلاف ديال البرارد فين كيكون مذهب ما مذهبش، مغلف بالاينوكس ولا سميتو ولا نحاس هكاك وثقل ديال البراد. هادشي فين كاين؟ فين الاختلاف ديال الاثمنه؟ هذا ثقيل ثقيل حتى هو، شي حاجه زوينه ولا فينيسيون، هذا روعه لا فينيسيون. هادو راه السيده خداتهم من عندي، كنعتذروا على راه حنا كنحبسوا ملي كيكون شي حد دايز شي هضره شي كيكون ندم هذا، ومع انني كنحاول ندير الفيديو في اوقات الخاويه. حتى هذا راه هو كيجي زوين لا فينيسيون، وهانتوما ها كيجي هو كاين هذا عندنا في المذهب وكاين عندنا في الاينوكس بجوجهم. و البلاطو رشمه ثانيه اللي قلت لكم لا فينيسيون ديالها الرجيلات، شي حاجه راقيه اللي بغاه حتى هو كبير. هادو كيمشيو بثلاثه، راه الكبير ديالهم راه كبير ثلاثه، المهم كيجي هذا وهذا والكبير 1400 درهم يا كمجدة، 1300 درهم، 1300 درهم خديتهم بثلاثة. ملي كتاخذهم فرقهم كتزاد عليكم كيتقاموا ب 1400 ولا 1450، داكشي كنقول ملي كتاخذهم بثلاثة كيتقاموا أرخص. هادو نحاس مغلفين بالإينوكس. هذا البراد اللي قلت لكم ها هو هذا المتوسط ديالو مغلف بالإينوكس لا فينيسيون، كي كنشرح لكم مازال ما عنديش لاكليغاج مزيان في الماكازا باش يبان لكم كلشي. بالنسبه لهادو ها هما عندنا باثمنه مناسبه اللي هما 90 درهم وجوج 180، ما هي 200 ما هي 300، اثمنه دايره فيهم مناسبه وكاين صغار منهم شي شويه نديروا ليهم 75 جوج 150، يعني 6 ب 75 12 ب 6 ب 75 و 12 ب 150 باش نشرح هذا. بواطات دائما 130 درهم، الشوكولا ولا لي بونبون ولا بواطات كلينكس ديال النحاس حتى هي نخليوها ب 200 درهم، ما نحيدش ليها ثمن لوفر. بواطه بلكسي كلاس ها هي في الابيض اولا اللي فاش ما بغيتي، هادو كنخصمو حتى سوغ كوموند الا بغيتيهم حتى هما، نديرو ليها حتى هي 150 بلكسي كلاس 150 هادي، اما الا كانت فيها سوغ كوموند راه غتكون زايده في الثمن حيتاش بلكسي كلاس وكلشي غلا. هذا بلاطو
100 درهم في لوفر سوغ كوموند 130. انا كنهضر على هذا اللي بقى 100 درهم. الا بغيتي تكوموندي تقولي لي بغيتو في الذهبي ولا في الكحل ولا في البيض 130 البلاطو. هادو كذلك ب70 دابا في لوفر. هادو الناس اللي كيبغوا بريدات صغيورين اليوميين اللي ما كيبغوش براد بزاف 4 الكيسان ولا هذا كياخذوا هذا كياخذوا. مساكن واحد السيده جات قالت لي كناخذوا ديال ايناكس وكيطيح لي وكيطلق لي قالت لي الصدا وفاتاي ورديته لمولاه قلت لهم انا غنجيب لكم بريدات نحاس ما تخافوش منهم الاحمر شي حاجه اللي هي طبيعيه وما ياديكمش. هما 130 لا هي خداته بايناكس 130 درهم. كان غنجيب لكم نحاس احمر بداك الثمن 130 وها هو ايفيكتيفمون جبتو لكم ها هو فيه العاد كاينين زعما اللي بغاهم اللي لقيتيهم كاينين ما لقيتيهمش مره اخرى كتلقايهم. كاين هادو ها هما 160 كانوا 170 في لوفر ديال 150 انا درت له واحد الثمن دابا 160 بيناتهم جوج كيجيو راه كبارين كيجيو الفاكهه زوينين. كاينين بوا شوكولا سوغ كوموند ولا اللي واجدين كاينين. كاين الشمع كذلك هادو كديروا عليه اللي واجد وحتى اللي كي قلت لكم بالنسبه للشمع هاي كاين هذا الاحمر وكاين الخضر وكاين الابيض المهم كاينين الوان. هادو دايرين كاين ديال بليكسي كلاس ها هي دايره 80 درهم وكاين هادي دايره نديرو لها 70 درهم. نجيو لهاد المهرزات الزوينين اللي بزاف الناس كيعجبوهم يا اما كيبغوهم ديكور يا اما الثومه المسكه الزعفران. كاين هاد القياس ها هو وكاين هاد القياس كبر منه شي شويه. هذا كنا 60 درهم وفي لوفر درنا ليه 50 درهم. دابا غنخلي لكم دائما 50 درهم حيت اغلبيه الناس كيديو جوج كيديو 3 4 كيقول لك حيدي ديك 10 درهم انا حيدتها لكم من هذا. وهذا ديال 70 درهم نخليوه 60 درهم غير باش نقول لكم راني ديجا يعني ماشي انا دابا قلت 60 درهم وجي تقول لك هذا ديال 60 ودير لي 50 ديجا حيدت 50 درهم 50 هذا خليته ب 50 وهذا ب 60 يعني راه ديجا محيده 10 درهم. هادشي الصغيور راه ما كيكونش فيه شي مارج قليله كتكون فيه راه ماشي شي حاجه راه 5 دراهم ولا 3 راه كاين الارتيكل اللي صغيور ولا اللي هذا راه 3 دراهم 4 كتحيد لك لا مارج ولا تخليها لك حيت ما كنربحوش فيهم بزاف. هادشي صغيور او كندوزو. كاين هاد المرايه اللي هي الخدمه ديال الدوغي ديك الخدمه اللي هاد الخدمه هي اللي كتكون في السدادر دابا اللي كيديروهم في الدوغي ولا في لاجونت داكشي اللي كيكون مخدوم على حقه وطريقه اللي كيتحك ويتعاود اللي كيتصبغ بالثمن. حنا كنديروه في الديكورات الخشب الغليظ شدي هكا الجنب باش يبان ليهم الخشبه ها نتوما غليظ وكيتحك باش كيعطينا هذاك اللون وداك لابغيونس. هادي راه 450 غندير لها 420 ثمنها ديال دائما. انا حاول ندير لكم واحد الاسمنه دابا وكاينين والله الا كاينين ديزارتيك اللي انا لحد الان ما عارفاهمش شحال غيتقاموا من بعد ما مع ما خدمناهمش من كورونا ولا شنو ما عرفتهمش شحال يتقاموا لينا في دابا ملي غلا الصباغه غلا الخشب غلا كلشي وكل حاجه كيتزاد فيها كل مره كيتزاد فيها يعني حتى كتعاودي تصوبيها تشوفي شحال هزات الصباغه ولا شحال هزات الخشب فهادشي الاثمنه الجديده عاد كتعرفي ثمنها جديد. شحال من حاجه طلعتها دابا كانت بثمن وصدقات بثمن. الصباغه حتى هي كتقام غاليه وكتهز الحاجه حيت كتحك وتعاود باش كيطلع هذاك اللون وتطلع الصباغه شاده مزيان. بالنسبه لهاد البلاطويات راه هما 250 راه كبارين ما عرفتش واش درت لكم اخر مره القياس ديالهم ولا لا. هاد الفيديو راه شويه طويل واني مفسر للناس مساكن اللي كيبغيو الديتاي الديتاي ويبغيو كلشي. وخليكم معنا مازال كاين الجديد حيت جدت كلشي جمعتو القديم والجديد يعني اللي كاين عندنا وجا والجديد اللي هو جديد راه باقي عندنا مازال جديد المفاجآت. هادو 45 على 25 دايرين لهم 250 راه كاين اللي غير قد هكا
19 على 40 ديري ليهم 250. هادو راه كاينين في الخشب الغليظ، هادو هما اللي كاينين في الخشب الغليظ، هادو درت ليهم دابا 200 درهم. كاينين هادو، هادو درت ليهم، درنا ليهم دابا 130 درهم. كاينين في لاجونتي، في الدوغي، في البياض الكحل، يعني الا بغيتي سوغ كوموند. نجيو دابا للمريشة، هذه مبخرة ومريشة دايره 220 درهم. بالنسبة للشمع هذا بحال هذه دايره 35، هذا كاس غالي، كاس غالي. بالنسبة للناس اللي كتسول على المريشات الكريستال، واحد السيدة ني تسولاتني وقالت لي الا جبتيهم اتصلي بيا، والله ما عرفتش تليفونها. ها هما اللي على داكشي مزيان الواحد يتبعك في الفيديو باش كيعرف الجديد ويعرفك شنو هذا. هما ديال الكريستال جبتهم، كاين ديال الكريستال، كاين هادو ديال المعدن، كاين هادو ديال النحاس، غير كل واحد وشنو بغى. هادو دايرين 70 درهم، كاين هادو هما خليتهم ب 70، وهادو حتى هما كذلك غندير ليهم 70، وهادو غندير ليهم 80. صافي، انا درت لكم فيهم اثمنه مناسبه. بالنسبه لهادي راه معها جوج مريشات ومبخره كبيره، وهاد المريشات محطوطين فيها، هادو راه معاها دايرين 420 درهم. كاينه هادي ديال الساروت، ها هي حتى هي كتجي زوينه، كتجي في الباب بحال هكا، كيجي فيها السويرتات وكتسدي على السويرتات وكتعلق في الباب، حتى هي كتجي زوينه. ها هي كتعلق من هنا ومن هنا، 50 درهم، 50 درهم. كاين هاد البواطه نديرو لها حتى هي في بلاصه 30 25، وكاينه هذيك البواطه الاخرى 25. هادو خليهم حاليا 90 درهم. هادو راهما زوينه مبخره، ها هي كتجي زوينه شكيلها، ثقيله، نحاسها ثقيل، دايره 130 درهم هذه. ومبخرات الاخرين راه يمكن دوزتهم. هاد البونبونيغ اللي قلت لكم كتمشي مع الباك ولا تمشي بوحده 100 درهم، وبغيتيها مع الباك ديال المبخره راه كتمشي معها. لي بواطا كلينكس المهم هادو ديال، هادو ديال بحال هكا لي كارت فيزيت ولا ديال الوريقات في البيرو، داكشي كيديرو، ندير لهم 25 درهم، 25 درهم. كاين هادي ديال هكا الحلوه ولا بونبون ولا شنو 100 درهم. كاينين لي بواطا كلينكس اشكال وانواع، والبواطات كذلك كاينين انواع بزاف البواطات. المهم البواطات راه غنطرق ليهم وحده بوحده، واني الاثمنه كي اللي عاقله عليه كي اللي كاع ما عاقله عليه. كاين هاد المبخره الكبيره، تبصيلها الكبير دايره 300 درهم. الا بغيتي تمشي مع هاد الجوج بونبونيغ كتبقى ب 500 درهم. هادي مع لي بونبونيغ بجوج 500 درهم، مع لي بونبونيغ اخرين شوفي انتيا شنو بغيتيهم. هادو نخليوهم ب 90 درهم، هادو راه نحاسهم غليظ، نحاسهم غليظ وزوينين، زوينين عرفتي حلوين، كيجيو هكا في الملاح، يجيو في الطبله، يجيو مع داك الطبق هاد الشكل، الشكل الكتاري. كاين هاد الكلاطو هذا كيمشي للحلوه، ها هو كيدير 80 درهم، خدمه متقونه. وهذا الكبير كيدير الاتاي 100 درهم، ولي سوطاس اللي بغيتوهم كيتزادوا عليكم 30 درهم. كاين هذا حتى هو طاجين، كيجي لي بونبون، يجي حتى هو الحلويات، التمر، كلشي كاجي دابا راه عده استعمالات كيجيو 180 درهم. كاين هذيك الصينيه 100 درهم. كاين هاد الفراقه فيها ثلاثه كريستال ونحاس، دايره شحال هادي 405. لا بالنسبه لهاد الفراقه عاد تاكدت من الثمن ديالها، في بلاصه 320 خليها لكم ب 300 درهم.
حيت الشرا لي صارت تكلف نتاعو مع ما حدايش لي زيتيكات ولا شحال من حاجه. حتى دابا تاكدت هاد القبطه ديالها راه غليظه النحاس، فيها ثلاثه كريستال. القبطه ديالها الشاكي دايره هذا 300 بلس 320. هاد الباك راه داير، كان عندنا متمن وكان كان شكل متمن وشكل مربع وشكل طويل، ودابا درناه شكل داير كيجي زوين داير. هادي تقدري تخدميها بوحدها لي بونبو. وكاينه هاد الوسطانيه كذلك، ها هما زوينين. وكاينه هاد الكبيره، ها هي كتجي لسميتو الفاكهه والفاكهه وحتى الحلوه. دابا راه وليتي كتحطي شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وكتجي بحال هكا كتسدي عليهم كيجيو زوينين. هادو حتى هما راه الخدمه المتقونه اللي عندنا حنايا، راه كاينين جوج شكل الخدمه اللي في السوق. انا هنا لا كاليتي زوينه الخدمه، وعندنا الجاج دائما كنديروا الجاج الغليظ. هذه راه عندها بلاصتها، ملي كتقلبيها بحال هكا الا حطيتي فوق واحد فوق باش كيدخل هذاك تما. شحال وحده كنصيفط لي على الباك بحال هكا كتخلع كتشوفوا نورمالمون، غير باش كتجي وحده فوق وحده الا بغيتي تحطيهم فشي بلاصه بحال هكا كيجيو وحده فوق وحده. بالنسبه لهاد الصينيه اللي دوزنا باش نعطيكم العبارها بالضبط، حيت غتقول لك شحال كيتهز وشحال ما كتهز. المهم هي راه تهز 12 كاس، وانا نعطيكم العبار بالضبط باش كيعرفوا الدوره شحال من هنا حتى لهنا. عندك 41 سنتيم من هنا حتى لهنا، 41 42. حتى هذه حلوه وزوينه، هاد جبتها لكم بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حطه على قد الحال، ولا مثلا ماشي المهم كندير كلشي الفئات وعلى حسب حتى البيدجي ديال اي واحد، وعلى حسب حتى الناس باختك كتاخذ شي حاجه مرفقه، باختك كتاخذ شي حاجه ديال الضياف تخبيها ما تستعملهاش دائما. هذه تقدري تستعمليها حتى دائما نحاس وشوينه. بالنسبه لهذا الطبق اللي كيكون كبير، حتى هو راه كيكون متوفر في الالوان اللي بغاتو. بحال دابا كاين السيده طلبات لي الباج، راه جبت ليها الباج. كيجي حتى هو بزاف استعمالات، راه الناس تبارك الله ما شاء الله عليهم عارفين كلي كل واحد فاش كيستعمل هذا الشيء. كاين هذا حتى هو يا ديال لازير خشب، حتى هو 180 درهم كبير، حتى هو لق الحلوه والتمر معمر بزاف د الحوايج. انا اليوم راه دوزت لكم كل شيء تقريبا بالتدقيق المفسر. بالنسبه للبواطه القران كاين هادي وكاين هادي، كاين هادي دايره 50 درهم، وكاينه هادي القران المتوسط دايره 40 درهم. كاين الحروف دايرين 30 درهم مصبغين و 25 درهم اللي ما مصبغينش. باش نشرح لكم واحد القضيه، بالنسبه مثلا كاين شي كتقول لك حرف مصبغ ب 30 درهم، راه هذاك الحرف اللي كيتصبغ انا اللي شايفه المعلم مسكين كيفاش كيدير ليه، هو صغير وكيطير ليه ويحكو ويضربو بداك البيستول ويطير. هما وهادو هادو والله العظيم الا هاد السكيت كنخدموهم بكونتيتي باش كنخدموهم بخطره، على حساب كيجيوهم صعابين ودقاقين وصغيورين وكيبقاو حكو وصغير داكشي بين يدي وكيبدا يضربو في هذا ويطير ليه، وخاص طلع ليه الصباغه مزيانه. راه ماشي ساهلين، راه خطرات لي زارتيكل الكبارين كيكونوا في الخدمه اكثر من الصغارين. باش نشرح لكم هذا، راه الحروف بغيتي هما مصبوغين ديرين 25 درهم. كاين هادو بوغت ستيلو 30 درهم في البليكسي كلاس، بليكسي كلاس الالوان الوان اللي بغيتي شي لون اخر نوجدوه لك ماشي مشكل. كاين البواطات هاد راه بليكسي كلاس راه معروف، الحمار الكحل. كاين هاد البواطات بحال هكا دوغي، بواطات كاينين كتارين. انا غادي نحاول ندوز شويه بشويه باش لا عجبتها شي وحده تسكرينيها وحتى انا تكون متاكده من الثمن 100%. هذاك راه كرونا. كاين هادي بيضاء، هادي لون الخشب، كاين هذاك الشكل قلب، هادي كاين فيها غير وحده. كاين هكا طويجنات هكا، كاين هادو كذلك، هادو بالحجر
وكاين هادو مصبوغين، هادو 180 وهذا 180، هذا مصبوغ 180 وهذا حيت فيه الحجر 180 والخشب راه مضوبلين نغليط. كاين هادو نديرو ليهم 70 درهم حمر. هذيك الكبيره حتى هي ديال سميتو دايره 100 درهم بلاصه 120. دابا نهبطوا اللازر حتى هو ندوزو لكم وندوزو الجوج اخرين والجديد ان شاء الله اللي باقي مازال نطرقوا ليه في الاخر. بالنسبه للطنجره هذه ديال الدجاجه كتمشي 4-5 الناس، كتهز لك الدجاجه تهز لك الحريره. بالنسبه للحريره والكرعين انا كنطيبهم ما بقيتش كندير الكوكوط، والله العظيم الا طياب قد اللي تشد لك الكوكوط كتشدو لك طنجره ديال النحاس حيت ثقيله وكطيب زوين. كنطيب فيها الكرعين الحريره العدس كلشي. العدس انا كنطيبو في الطاجين قياس الماكله ديالنا، العدس البصاره كلشي كطيبو بلا ما نحتاج الكوكوط، وطيابهم زوين غزال وكيجي بنين. وهذا وهذا ما كانش اللي نقول لكم، انا ننصحكم حتى انا وليت كنستعمل كلشي نحاس تقريبا. كاين هادي 50 درهم، كاين هاد الفراقه كبيره يلاه جات موديل جديد فيها 2 4 6 7 وكبيره. هادي شحال درنا ليها مجد؟ هادي درنا ليها 90 درهم، 90 درهم. انا غنعطيكم حتى العبار ديالها من هنا حتى لهنا 31 سنتيم، جديده حتى هيايا. كاين هذاك ديال القران الداخل حتى هويا ديروا لي حتى هو 50 درهم. كاين هاد الفراقات، كاين هاد الفراقات، كاين هادي 70 درهم، كاين هادي بحال هادي حتى هي 50 درهم. وكاينين هادو، هادي فراقه دايره خاصني تنحيدها باش نركبها لكم باش تشوفوا. كاين قلت لكم هاد الفراقه فيها 2 4 6 8 9 البلايص كيجيو حتى هي زوينه وجاجها ثقيل دايره 100 درهم. راه حتى هاد الشيء ملي كتشدوه كتخلطوه في الطبله هادي مثلا الوسط وكتخلطوه مع النحاس كيعطي واحد الشوفه زوينه حتى هو يا ارتيزانال وزوين صراحه. تكال كاين هادي دايره 70 درهم حيت فيها 5 دراهم. كاين هادو ديال الطاجين، كاين ديال الطاجين، كاين ديال البراد، كاينين هادو ديال 15 و ديال البراد دايرين 10 دراهم. كاينين ديال البساطل عندي الثقالين كنجيب الثقالو زوينين، هادي جات لي حتى طاوة. وهادو ديال 36 وديال 30 حتى هما الثقالين كيجيو فيهم غزالين، لا البساطل لا كلشي طياب. هذا هو الباك المتمن، دوزنا داك الضير وهذا المتمن كبر عليه شويه غير هو في الطريقه المتمن. بالنسبه للضير دير 150 اللي دوزنا ها هو مجد العيش وريدينو، هذا 150 ما طرقناش الثمن ديالو. وهذا التحتاني 170 بس ندير له 160، كان 170 ندير له 160. بالنسبه لهادي ديال 6 نخليوها حتى هي 160. هادي كذلك هادي نخليوها ب 70 درهم في بلاصه 80 درهم. المهم هنا حيت كنقلبو غير على قبل باش ملي كنحطو الاونبالي وما كيتهرسوش ليهم هادو، غتكونوا بواطه ثلاثه بحال هكا. وكاينه هادي ديال 100 درهم وكاينه واحد اخرى ديال 4 ما كانتش هيا جات هادي 120 ديال 4. حتى هادشي اللي كيعجبني زوين صراحة، شتي كاع الصناعة ديالنا البلدية التقليدية زوينة صراحة، خصنا نكبرو ليها الشان بهذا المعنى. مثلا ملي كنشوفو شي ارتيكل ديال تركيا كنقولو تركيا تركيا، وراه حنا الصناعة ديالنا هي زوينة، خصنا نعرفوها ونوصلوها للناس ونستعملوها. ما انا بعدا كيعجبني هادشي، كتب عليك شحال مره كنبغي ندخل شي حاجه ديال تركيا وني كيقول لك نبقى الحاجه المغربيه شي حاجه زوينه. 100 درهم ثلاثه الطويجنات الصغار. بالنسبه للبواطات هذا الشكل حتى هو 35 درهم. بالنسبه لهادي
هاهي صغيورة 40 درهم. بالنسبة للي سوطاس كيكونوا بحال هكا، 6 لي سوطاس معاه. كاين هذا الباك الطويل حتى هويا كيجي زوين، وهذا كيجي فراق فيه فراقه دير 170. خدمه زوينه لهادو الجاج غليظ، راه ما كانش دابا، راه كاين ما كان زعما في السوق، ها هو هاد السيمانه جبتو اللي بغاه. كاين هذا ديال القران الصغير، وكاين الكبير. الكبير نديرو ليه 50 درهم، وهذا راه فيه الرقيق والغليظ، كاين واحد ب40 وواحد ب50. كاينه الطنجره الكبيره، كنت بغيت ندوزها لكم الصراحه تقال، وني جات السيده داتها جات زوينه. ماشي الطنجره يا ربي، البرمه فيها 10 يترو، وجات في هذا الشكل وهي كبيره. بالنسبه للناس اللي جاتهم هذه صغيره، راه حتى هي كاينه، كنت باغا نصورها لكم الساعه جات مولاتها داتها، حتى هي كاينه. كنت قلت لكم راه غتقام عليا ونبيع لكم ب 1700، راني درت لها ثمن مناسب 1600 درهم. كتجي 10 يترو لتحت، وهنا الفوق كسكاسها كبير، وكتهز زوينه وثقيله، وجات حتى في شكيلها زوين. هذا ما كان اليوم، راني عطيت الوقت للفيديو وباش نشرح بالتدقيق المفصل كل شيء، ونخليكم مع الجديد ديال هاد السيمانه اللي هو هاد الطبق ديال التقديم، اللي هو شي حاجه زوينه شحال هذيك باغا نجيبو. ومهم يلا كتاب جبتو، هذا راه مذهب، غير هو التذهيبه ديالو ماشي مغموقه. انا راه كنشرح لكم والله العظيم الا كنشرح لكم كيف ما كناخذ المعلومه من عند المعلم، وكنصر على ان المعلميه اللي كنخدم معاهم يكونوا الناس معقولين ومزيانين، وداك الشيء اللي كاين كيشرحوه لك بالتفصيل، وداك الشيء اللي بغيتي حتى هو كيديروه لك. هذا ما مذهب، واني ما دارش ليه الفيرني، حيتاش كيتحط فيه الماكله ماشي صحي باش يدار ليه الفيرنيس. كيفاه هويا لونه ما يتبدلش، واني راه ما ماشي بحال الاخرين، هذا هو الفرق. باش نشرح لكم انا كل شيء اون ديتاي، حيت الفيرني ما كيدارش الماكله، كيكون مضر زعما لشي حاجه اللي حط فيها السخونيه. انا نعبر لكم القياس ديالو، هذا كيجي فيه تبسيل تاع 40، نشادو مزيان ها نتوما هنا من هنا لداخل، يعني فين كتحط في التبسيل 43، ومن الاول ديالو حتى الاخر ديالو دير 49 درهم. 9 خليت نهضره بالدرهم، مابقاش كاع رجعت كلشي دراهم، وليت حتى السنتيم رجعتو انتوما 43 سنتيم، وهنا من هنايا حتى هو 49 سنتيم. عييت خاطر الله عمرني ما طولت فيديو بحال هكا، وكان عندي الصبر حتى كملت هاد الشيء كامل. هادو من الحوايج اللي كانوا عاجبيني، كتحطي فيهم هكا تبصيل، راه ماشي دابا هاد الشيء ما بقاش مقتصر على التريتور ولا على، كاينين الناس كيبغيو يتهلاو في الضياف ديالهم ولا شنو، كتحطي فيه هكا تبصيل فيه البسطيله ولا تبصيل فيه الدجاج ولا تبصيل هكا، وكيجي كتغطيه. كي قلت لكم هاد الطبق راني عبرتو لكم، كيجي شي حاجه زوينه هماويه، فيه باللون اينوكس وفيه لون ما مذهبش، وكاينين هادو مذهب كل حاجه وثمنها، وكاينين قياسات، كاين هاد القياس وكاين ما كبر منه. بالنسبه لهاد البواطه حتى هي هي شي حاجه زوينه ومضوبله، خدمتها نقيه 160 درهم. كاين هاد المرايه، كاينه قلت لكم هاد المرايه 320 بلاص 350، وكاينه هاد المرايه ب 100 درهم، وكاينه هذيك المرايه 200 والاخرى اللي حداها 200 والاخرى 300 درهم. هادشي راه هضرت لكم تنقص هذا لا ريدكسيون. وكاينين زيوت العطريه كيف قلنا، شي حاجه زوينه ديال الياسمين والعنبر والمسك، وكاين العود داير عليه 60 درهم، هذا ديال 70 درهم داير.
بالنسبه لهاد لا فيديو راه كملت لكم ب دي ستوريات، هما يا فيديوهات قصارين كيبينوا لي زارتيكل اكثر باش يبانوا الحوايج جدادين، اغلبيه لي زارتيكل جداد باش حتى اللي بغات تسكريني شي حاجه تبان ليها مزيان واضحه. نستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش ديروا اللايك والبارطاج وتبارطاجيو مع الناس ديالكم.